أحسن الله إليكم في آخر أسئلة، يقول فضيلة الشيخ: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، هل يتق الله في النصف الباقي؟ ما هو النصف الباقي وما معنى هذا الحديث؟ نعم، إذا تزوج استكمل نصف الدين يعني حمى عرضه من الوقوع الفاحشة، فأكمل بقية الدين بالمحافظة على بقية الأوامر وتجنب المحرمات. هذا يدل على أهمية الزواج لما فيه من المصالح العظيمة. نعم.